دورتموند يعمق جراح بايرن ميونخ ويفوز عليه بثنائية نظيفة على ملعبه ملعب ألينز أرينا، وده أول فوز لبروسيا على البايرن في ملعب ألينز أرينا من 10 سنين. آخر فوز كان في 2014 لبروسيا على البايرن في ملعبه، غير كده أول فوز لبروسيا على البايرن في الدوري منذ 2019، وأول مرة بروسيا يطلع بشباك نظيفة منذ 2016 في الدوري الألماني في الكلاسيكو أمام البايرن. دي أول مرة يطلعوا بشباك نظيفة، فأرقام كتير حققوها بعد الفوز ده، مش بس فوز مهم في الدوري وثلاث نقاط مهمين في سباق الدوري وفي سباق الصدارة بالنسبة لبروسيا، يعني ساعدوا باير ليفركوزن انه يفرق بالدوري فارق 13 نقطة بعد الجولة دي، وبعد فوز باير ليفركوزن 2-1 على هوفنهايم 2-1 بعد ريمونتادا لباير ليفركوزن قدروا ان هم يفوزوا، وكمان بعد خسارة بايرن ميونخ باير ليفركوزن بقى في الصدارة فارق 13 نقطة وقرب اكتر للدوري، وخلاص يعني حسم الدوري بشكل كبير، فاضل 7 جولات على نهاية الدوري الالماني والفارق دلوقتي 13 نقطة، يعني باير ليفركوزن فاضله 8 نقاط بس ويحسم الدوري، وفاضل 7 ماتشات يعني عايز 8 نقاط من 7 جولات، فخلاص الدنيا اتحسمت بشكل كبير لباير ليفركوزن وفرقوا ب 13 نقطة بعد طبعا الجولة دي. بروسيا قدموا مباراة قوية، كانوا محضرين كويس وكانوا مركزين للماتش بشكل كبير، وقدروا ان هم يلعبوا على اخطاء البايرن، وقدروا ان هم يعني يكون في تماسك كبير لجميع خطوط بروسيا في الماتش ده. على الجانب الاخر توخيل ما كانش مركز في الماتش، ما حضرش للماتش بشكل جيد، ويعني دي نتيجة لسلسلة الاداء السيء اللي بيقدمه توخيل مع بايرن ميونخ، ما قروش الماتش بشكل كويس، كمان على مستوى الماتش تغييرات توخيل كلها سيئة وتركيزه في الماتش كان يعني صفر، ما ركزش بشكل كبير، ما قدرش الماتش بشكل كويس، كان في بطء كبير في التحول بالنسبة للبايرن، وبطء كبير في التحول من الحالة الهجومية للحالة الدفاعية، كمان كان في فراغات كبيرة ما بين خط وسط البايرن وخط دفاعهم، فبروسيا استغل البطء في التحول واستغل الفراغات اللي موجودة بين خط نص وخط دفاع البايرن ولعبوا على ده، وقدروا ان هم يفوزوا وقدروا ان هم يستغلوا اخطاء لعبة الباير يكسبوهم 2-0 على ملعبهم. كمان اول مرة جمهور البايرن يكون فرقته مغلوبة ويمشي من بدري او يمشي ويسيب الماتش قبل ما الماتش يخلص، شفنا جمهور البايرن عنده حالة من الاحباط كبيرة بسبب اداء الفريق السيء الفترة الاخيرة سواء في الدوري او حتى في دوري الابطال، اتأهلوا ولكن باداء مش افضل حاجة، في الدقيقة 85 جمهور البايرن ساب الماتش ومشي، حالة يعني سيئة وحالة من الإحباط موجودة عند جمهور البايرن بسبب أداء الفرقة وبسبب المشاكل الكبيرة كمان اللي موجودة جوه البايرن الفترة الأخيرة، في مشاكل كتيرة موجودة وده بيتصدر للإعلام، وأي مشكلة بتكون موجودة داخل بايرن ميونخ بتطلع للإعلام، الجمهور كمان بيعرف بيها، في موجود جوه الفرقة شلل كتير، مشاكل كتيرة بسبب اللعيبة الكبيرة كمان اللي عاملة يعني زي شلل كده جوه الفرقة، ففي مشاكل بين اللعيبة وبعضها، ومن أسماء اللعيبة اللي بتتقال على المشاكل دي نوير وكيميتش وتوماس مولر، اللعيبة دي عاملة مشاكل مع بعضها وعاملة مشاكل مع باقي الفرقة، توماس توخيل مش قادر يسيطر على أوضة اللبس ومش قادر يسيطر على اللعيبة، فبالتالي أعتقد أن يعني الماتش ده دق آخر مسمار في نعش توخيل، وكان يعني الشاية اللي قسم الظهر البعير زي ما بيقولوا. البايرن محتاج مدرب تاني غير توخيل في الفترة اللي جاية، ولو ما لحقوش يجيبوا مدرب كويس قبل ماتشين دوري الابطال امام ارسنال، بنسبه كبيره ارسنال هيقدر انه يعدي البايرن، وبنسبه كبيره ارسنال هيعمل ماتشين جامدين على البايرن بسبب الاداء السيء اللي قدمه البايرن النهارده، وبسبب ان الفرقه يعني متفككه مش بس جوه الملعب بره الملعب كمان، على العكس تماما ارسنال في دوري الابطال يعني هيبقى اقوى من البايرن، ارسنال في الدوري اقوى خط هجوم ومن اقوى خطوط الدفاع في الدوري الانجليزي، وقدموا يعني ماتشات قويه جدا في الدوري الانجليزي وكمان في دوري الابطال، ف يعني لو توخيل ما مشيش قبل ماتشين ارسنال بنسبه كبيره البايرن هيتغلب من ارسنال، وارسنال هيعملوا ماتش قوي جدا او هيعملوا ماتشين يعني كمان في الذهاب والاياب على البايرن في دوري الابطال. النهارده بروسيا كانوا افضل، دورتموند قدموا ماتش قوي جدا
ويعني بالنسبه لماتش اتلتيكو في دوري الابطال، بروسيا النهارده طمن جمهوره الى حد ما، كمان قدروا ان هم يقربوا في الجدول الدوري، ترتيب الدوري بعد الماتش ده وبعد الجوله 27. طبعا باير ليفركوزن في الصداره ب 73 نقطه، البايرن المركز الثاني ب 60 نقطه، اصبح الفارق 13 نقطه، وشتوتغارد في المركز الثالث عنده 56 نقطه ولسه هيلعب في الجوله 27 كمان. بروسيا 53 نقطه، الماتش الجاي الجوله الجايه الجوله 28 بروسيا هيلعب شتوتغارد. بروسيا عندها فرصه قويه ان هي تقرب اكتر في الترتيب بعد طبعا فوزها النهارده، والماتش الجاي عندهم شتوتغارد ماتش قوي ولكن على ارض بروسيا، فعندهم فرصه ان هم يقربوا ويقللوا الفارق مع شتوتغارد ويقربوا اكتر للمركز الثالث. لايبزيج عامل موسم قوي برضو في المركز الخامس ب 50 نقطه. السنه دي الدوري الالماني في اكتر من فريق اتطوروا بشكل كبير ودخلوا اكتر في المنافسه زي شتوتغارد وزي لايبزيج، وطبعا باير ليفركوزن اللي بيقدم واحد من اقوى المواسم في تاريخ النادي مع تشابي الونسو اللي خلاص يعني فاضل له حاجات بسيطه ويحقق الحلم ويحقق اللقب اللي يستحقه بجداره هذا الموسم، بعد موسم قوي وبعد طبعا يعني ما عمل فرقه قويه في باير ليفركوزن. تشابي الونسو مدرب واعد ومدرب كبير في الطريق، اتمنى انه الموسم الجاي يكمل مع باير ليفركوزن. التحديات الموسم الجاي هتبقى اقوى لان طبعا الفرقه هتبقى خلاص عامله حذر وعامله حساب اكتر لباير ليفركوزن، فالسنه الجايه الدنيا هتبقى اصعب، مع طبعا ان البايرن وبروسيا الموسم الجاي هيدعموا الفرقه وهيبقى عندهم يعني قوة كبيرة، فالموسم الجاي هيبقى أصعب على باير ليفركوزن. أتمنى إن تشابي ألونسو يكمل معاهم علشان يعني يكتسب خبرات أكتر، مع إنه يعني يبقى في تحدي جديد ودوافع جديدة الموسم الجاي مع باير ليفركوزن. الموسم ده خلاص بنسبة كبيرة حققوا الدوري، الموسم الجاي هيبقوا عندهم دوري أبطال وكمان هيبقى عندهم منافسة أقوى في الدوري، فأتمنى إنه يكمل معاهم وبعد كده من الموسم اللي بعده يرحل سواء للريال او الليفر او ايا كان هيروح فين، فاتمنى ان الموسم الجاي يكمل معاهم. طبعا بعد الجوله دي وبعد فوز باير ليفركوزن بريمونتادا في وقت صعب في اللقاء، يعني كانوا مغلوبين 1-0 وقدروا ان هم بعد كده يحرزوا هدفين ويعني يفوزوا 2-1 في وقت قاتل في الماتش. هوفنهايم سجل هدف في مرمى باير ليفركوزن في الدقيقه 33 وانتهى الشوط الاول بخساره باير ليفركوزن، لكن في الشوط الثاني في الدقيقه 88 روبرت سجل هدف قاتل في الدقيقه 88، وفي الدقيقه 91 بعدها بثلاث دقائق باتريك سجل الهدف الثاني، وريمونتادا قويه لباير ليفركوزن وتشابي الونسو فازوا بيها وفرقوا بيها في الدوري ب 13 نقطه بعد هزيمه البايرن في الجوله 27. احصائيات الماتش، الاستحواذ كان شويه للبايرن في الماتش، ويعني الاهداف اللي كانت متوقعه بالنسبه للبايرن 1.49، البروسيا يعني 0.85، كانت فرص تسجيل الاهداف للبايرن اعلى. اجمالي التسديدات البايرن سدد 17 بروسيا سدد 11، منهم 2 اون تارجت بالنسبه للبايرن ولكن بروسيا 5 اون تارجت. تسديدات البايرن كانت اكتر ولكن ما كانتش اون تارجت بين القائمين والعارضه غير 2 بس، على العكس 11 تسديده لبروسيا منهم 5 بين القائمين والعارضة، منهم هدفين وتلاتة كانوا بين القائمين والعارضة، فكانت دقة تسديد لاعبي بروسيا أقوى من دقة تسديد لعيبة البايرن، وكان في 3 فرص خطيرة للبايرن، فرصتين بس لبروسيا. في النهاية بروسيا لعب على أخطاء البايرن، لعب على بطء تحول لعيبة البايرن، لعب على الفراغات اللي موجودة ما بين نص ملعب وخط ظهر البايرن. بروسيا كانوا محضرين أكتر وكانوا مركزين بشكل كبير وقدروا ان هم يفوزوا بثنائيه على البايرن على ملعبه ويعمقوا جراح بايرن ميونخ ويساعدوا باير ليفركوزن انه يفرق بالدوري بفارق 13 نقطه في الصداره. في النهايه البايرن سيء، البايرن لازم يعيدوا حساباتهم مره تانية، لازم الاداره تجيب مدرب اقوى من توماس توخيل ويجيبوا مدرب شخصيته قويه يقدر انه يتعامل مع اللعيبه ويسيطر على اللعيبه. كمان الفرقه في لعيبه كتير لازم يعني يتم اعاده النظر فيها، لعيبه كبيره في السن لازم يتم اعاده النظر فيها، مع ان الفرقه محتاجه تدعيمات بلا شك وصفقات في الصيف
علشان يعني يعيدوا بناء الفرقة بشكل تاني وترجع البايرن تاني لسابق عهدها وترجع تاني بشكل اقوى في الدوري وفي دوري الابطال. فمحتاجين تدعيمات، محتاجين مدرب شخصيته قوية، محتاجين اعادة نظر في اللعيبة اللي موجودة، في لعيبة كتير لازم تمشي من الفرقة عاملة مشاكل وعاملة شلالية وعاملة يعني كل واحد عامل له شلة جوه الفرقة. فلازم الكلام ده كله الإدارة تعيد النظر فيه، لأن الجمهور عنده حالة إحباط كبيرة. في الدقيقة 85 سابوا الملعب ومشيوا، ومش دي عادة جمهور البايرن، ومش دي عادة الجمهور الألماني بشكل عام، بيبقى عندهم أمل لآخر ثانية في الماتش. لكن النهاردة يعني في الدقيقة 85 سابوا الملعب ومشيوا. في النهاية بايرن ميونخ ضاع منه الدوري خلاص بلا شك، باير ليفركوزن الأقرب بلا منازع لتحقيق الدوري هذا الموسم. ولكن لو عايزين يلحقوا الموسم وعايزين يبقى عندهم فرصة في دوري الأبطال لازم يجيبوا حد قبل ما يعني ماتشين دوري الأبطال يتلعبوا، وقبل ما أرسنال تفرم البايرن بشكل نهائي في دوري الأبطال. ده كان استعراض لمباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في الجولة 27 من الدوري الألماني، واللي انتهت بفوز بروسيا بثنائية على البايرن في الجولة 27 من الدوري الألماني.